نتحدث الآن عن مكانة الدعاء الوارد في سورة الفاتحة. الوارد في سورة الفاتحة، خد بالك من هذا الأمر لأن ده أمر مهم، لأن احنا بنقرأ سورة الفاتحة يعني مرات عديدة في اليوم في كل صلاة من الايه من الصلوات. إن من أعظم الأدعية الواردة وأجمعها للخير ذلك الدعاء المبارك الذي اشتملت عليه سورة الفاتحة، أفضل سور القرآن الكريم، في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا دعاء عظيم مبارك، بل هو أنفع الدعاء وأعظمه، وحاجة الناس إليه، يعني إلى هذا الدعاء اللي هو اهدنا الصراط المستقيم، وحاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى سائر الأدعية، ولهذا أمروا بالدعاء به في كل ركعة من الصلاة. يعني نظرا لأهمية هذا الدعاء، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيه؟ بقراءة هذا الدعاء وبقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة. فالمسلم يقوله في كل يوم 17 مرة فرضا واجبا، 17 مرة فرضا واجبا، ولم يكن مثل هذا لأي دعاء آخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن هذا الدعاء يعني فإنه يعني الإنسان يعني فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر في الدنيا ولا في الايه في الآخرة. يعني طالما أن الله سبحانه وتعالى هداك الصراط المستقيم لم يصبك شر لا في الدنيا ولا في الايه في الآخرة. ومع ما لهذا الدعاء العظيم من مكانة وقدر، إلا أن كثيرا من الناس قد يقرأ هذا الدعاء في سورة الفاتحة دون أن يستشعر أنه دعاء، فما أحوج عوام المسلمين إلى التنبيه إلى أن هذا دعاء عظيم أمر الرب سبحانه عباده أن يدعوه به. وإن خير ما يفتح للمسلم باب فهم هذه السورة وما اشتملت عليه من دعاء عظيم جامع ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. شوف انت لما يعني انت كأنك تتحدث مع الله سبحانه وتعالى، لما تقول الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يقول: حمدني ايه عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: اثنى علي عبدي. واذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مره: فوض الي عبدي، يعني في روايه اخرى. فاذا قال: اياك نعبد واياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولعبدي ما سأل، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يجيبك إيه ما سألته به. فإذا تأمل ذلك العبد وعلم ما اشتملت عليه هذه الصورة من الثناء على الله وتعظيمه وما تضمنته من دعاء وسؤال وطلب من الله عز وجل، وأيقن بإجابة الله عز وجل له، تبين له عظيم نفع هذه الصورة وأثرها وكثرة فوائدها وعوائدها. فإذا قال الحمد لله رب العالمين وقف هنيها ينتظر جواب ربه له بقول: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم انتظر الجواب بقوله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين انتظر جوابه بقوله: مجدني عبدي. فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بهذا الفضل العظيم والنوال الكريم. والله عز وجل قد علم عباده في هذه الصورة المباركة اللي هي سورة الفاتحة كيف يدعونه ويسألونه ويطلبون منه. وقولك بين يدي الصورة، يعني في بداية الصورة، بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بسم الله، والباء للاستعانة، والله هو المألوه المعبود المستحق لأن يفرض وحده بالعبادة، والرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال ونعوت الجلال. رب العالمين الرب أي مربي جميع العالمين وهم من سوى الله.
مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهي ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يعني يوم الدين هو المقصود يوم القيامة، مالك يوم الدين. وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الايه من الأيام. وقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة نقول إياك نستعين، الاستعانة معناها الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله سبحانه وتعالى في تحصيل ذلك. وقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى سلوك الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا إلى معرفة الحق وأعنا على العمل إيه؟ على العمل به. لأنك أنت من الممكن أنك أنت تعرف الحق ولا تعمل إيه؟ ولا تعمل، ما أنت عارف أن ده حلال ودي طاعة ولا تعمل إيه؟ ولا تعمل بها. فلما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، أن يبين لك طريق الحق وأن يعينك على العمل به. صراط الذين أنعمت عليهم، لما بنقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم أي مننت عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نأتي بقى إلى الآية في قول الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي غير طريق المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه ولم يعملوا به. أي واحد عرف الحق وتركه ولم يعمل به وعرف أن ده حق، فده اسمه المغضوب عليه، يبقى عام. ومن أمثال هؤلاء اليهود ونحوهم، لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، كما قال الله سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. فغير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وتركوه ولم يعملوا به كاليهود ونحوهم، وغير طريق الضالين وهم الذين تركوا الحق على جهل وضلال. دي فئة أخرى، إن هم يعني جهلوا الحق وضلوا عن طريق الحق كالنصارى ونحوهم. يبقى في ناس عرفت الحق ولم يعملوا به، اللي عرفه ولم يعمل به ده اسمه مغضوب عليه. إنما الذي يعني لم يعرف الحق جهلا، يعني جهلا بالحق، ده بقى ضال، يعني ضل في ضل في سعيه أو ضل في طريقه. وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الدعاء الصريح، الدعاء الأساسي يعني في الصورة، اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله. وذلك أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، الله عز وجل يجيبك ويقول هذا لعبدي، يعني ده الشيء الذي يعود على عبدي، ولعبدي ما سأل، يعني يجيبك الله سبحانه وتعالى، يعني أنت سألتني هذا الأمر وأنا سأعطيك سؤلك، ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه بعد الثناء عليه وحمده وتمجيده، أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعطى أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه. ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يدي حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. يعني ربنا سبحانه لأهمية هذا الدعاء، الله سبحانه وتعالى علمنا كيف ندعوه به. الأول بدأ الله سبحانه وتعالى الصورة بحمده والثناء عليه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فده في البداية كلها اسم حمد الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا سأل أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليدعو بعد بما شاء، يعني لا يدخل في الدعاء مباشرة وإنما يحمد الله سبحانه وتعالى ويثنى عليه ويصلي على رسول الله وبعد ذلك يدخل في يدخل في الدعاء. أما عن حاجة العبد إلى هذه الدعوة العظيمة والمواظبة عليه فيقول ابن القيم عليه رحمة الله فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة وليس شيء أنفع له منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وطروقا ظاهرة وباطنة، طروقا يعني أشياء يطرقها يعني تجري عليه في كل وقت، فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو الصراط المستقيم. وإن عجز عنه وما يقدر عليه يعني الأشياء التي يستطيع أن يقوم بها قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله يعني حتى العبادات التي يفعلها قد يقوم فيه بشرط الإخلاص وقد لا يقوم فيه، وما يقوم فيه بشرط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه، وهذا كله واقع سار في الخلق فمستقل ومستكثر. يعني بيقول لك ان لما الله سبحانه وتعالى يديك الصلاة المستقيم ده معناه ان في عبادات وفيه سيئات، العبادات انت مأمور بفعلها، فبعض الناس نفسه تريد ان تقوم بهذه الطاعات والبعض الاخر لا يقوم بها، وحتى الذي يقوم بهذه الطاعات فقد يتكاسل عن بعضها، وحتى لما تقوم بهذه الطاعات هل انت مخلص فيها ولا لا، حتى لو انت مخلص هل انت متابع للرسول صلى الله عليه وسلم فيها ولا لا، طب لو انت مخلص كمان ومتابع للرسول هل تثبت عليها ولا لا، وهكذا. فمعنى ذلك ان لما تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني شوف كم امر من الامور بتطلبه من الله سبحانه وتعالى ان هو يدلك على الحق وتثبت عليه ويبعدك عن المعصيه ويعينك على البعد عنها. ثم قال وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم، ده الكلام ابن القيم يعني يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. دائما الدعاء اللي هو اهدنا الصراط المستقيم ده كما قلنا دعاء عظيم، ولهذا علمنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه به. ومن تأمل كلامه رحمه الله أدرك شدة حاجة العباد وعظم ضرورتهم إلى العناية بهذه الدعوة العظيمة اللي هي دعاء الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. يعني نكتفي بهذا القدر في حديثنا عن المعاني الواردة في سورة الفاتحة ومعنى الدعاء الوارد فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأتمنى أن تكون بعض المعاني الواردة في سورة الفاتحة قد يعني فتح الله عز وجل علينا بها وبين لنا بعض من معانيها، لعلنا حينما نقرأها في صلواتنا يعني نتوقف عند بعض المعاني. إن كما قلنا من المهم للإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء ما أو حينما يقرأ آيات ما ينبغي عليه أن يقف على معانيها وأن يتدبر في مفهومها حتى يكون الدعاء له أثر على على الإنسان، لأنها مش مجرد طقوس كده الإنسان يقولها وخلاص وأنت الأمر، مش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا وأنت الأمر، ولكن ينبغي أنك أنت تقف على على بعض، على الأقل حتى إن لم تفهم كل المعاني تقف عند بعض المعاني، وبتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك بعض المعاني الأخرى الواردة في هذه الصورة اللي هي أفضل صورة في القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويبارك لنا في أرزاقنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.